السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مفاجأة أخرى من العيار الثقيل يا حبيبي. طبعا احنا معوديكم على انه كل كم حلقة راح يجيكم مفاجأة أخرى للعبة هذه الجميلة صراحة. المفاجأة هي 5 أحجار نجم مشع مرة واحدة. راح تقولوا لي منين؟ طبعا هذه اليوم انا مسوي كنت حلقة عن كيف تتعامل لما تنتهي النقاط البطل عندك. هذا صندوق الغامض من ضمن النقاط. انا قلت الصندوق الغامض جدا يفيد للاعب، والحمد لله الان طلع الصندوق الغامض اخذته نطاني 5 حجر نجم مشع مرة واحدة. هاي تزود 5000 نقطة للتمام، ولكن ليس للبلاس. لكن بما يعني هذا الصندوق الغامض جدا مهم، لازم تنتبهوا له كثير. يعني انه كل رأس ساعة تجون تقعدون بالارض الخالدة اول 10 دقائق فقط انتظر، اذا ما طلع وبعدها ممكن يطلع بعد يعني مثلا نص ساعة او بعد اكثر، يطلع في اول 10 دقائق من الساعة. اذا ما ظهر في اول 10 دقائق سيظهر في وقت عشوائي يعني، لكن اغلب الاوقات هو يظهر في بداية الساعة. هذا فقط فيديو سريع، أتمنى الفيديو يكون أعجبكم. لا تنسون تضعون لنا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.